يا صباح الخير، صباح الهنا، صباح النصر على حضراتكم جميعا، جمهورنا واهالينا من جمهور الاهلي كل مكان في العالم وكل مشاهدينا في كل حته. صباح الخير، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي النهارده 6 سبتمبر 2020. مش عارفه، حاسه الشهر ده جري بسرعه، يعني كنا لسه في 1 سبتمبر. مش عارفه، صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناه الاهلي اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا معانا بكل فقراتنا وبكل اخبارنا اللي هنبتديها معاكم باحتفاليه رائعه حصلت امبارح. احتفاليه رائعه جدا، بس خلينا قبل ما نروح للاحتفاليه والخبر الاول ونبدا حلقتنا يعني النهارده، عايزين بس ننوه ان احنا النهارده معانا نجم. احنا شويه كده حاولنا انا وكريم برضو نقعد ونحاول نجيب افكار جديده، ولقينا ان فكره كمان ان احنا نربط الفن برياضه جميله جدا، ويمكن دي تكون كده فيها رساله علشان الناس برضو تقتدي بالنماذج اللي احنا بنجيبها من الفنانين والناس المعروفه ان هم بيمارسوا رياضه، وتبقى كده زي رساله ضمنيه علشان كلنا نقدر نرجع تاني نمارس رياضه ونشجع بعض. معانا اللي هو مش عارفه اقول النجم او الفنان ولا الاعلامي الزميل، هو عمل برنامج من كام سنه كده، يمكن العام 2007 في رمضان تحديدا، كان برنامج في رمضان مقالب، بس نجح نجاح كبير جدا وكسر الدنيا، مش بس في مصر، كسر الدنيا في الوطن العربي كله. فمعانا النهارده هيكون مشرفنا النجم عمرو رمزي، وهنتكلم معاه طبعا عن الفن شويه، بس هنتكلم معاه اكتر عن الرياضه. وهو بما هو على فكره اهلاوي جدا وبيحضر كان ماتشات ومتعصبين جدا، فهنتكلم معاه عن كل الامور دي ان شاء الله النهارده، هتبقى فكره حلوه قوي. لو حد كمان حابب ان هو يساله اي سؤال على فكره ابعته لنا، ممكن ان احنا نقرا التعليقات النهارده في الفقره بتاعته، يعني في الفري زي ما بيقولوا.